سوق بالنجف بيحرز واحد يسوق 3 ساعات من بغداد كرماله. عنا خبز، عنا جوز، عنا ناس طالعة رايحة جاية. بالميتو كتير في اشياء واحد يكتشفها بهالبلد الرائع. واو اميزنج. الشهيرة، الأصلية، القديمة. ضيافة فيك تقول لا. تعوا معي اليوم بحلقة جديدة صمون وزعتر لنكتشف هالسوق ونشوف قديش فينا ناكل اشياء طيبة. طيب اكيد ليش؟ لانه اول صاله معبيه، رح نركض على ثاني صاله عنده صالتين بجوز نلاقي كرسي نقعد. بس قصص اروع هون عروي هونيك عجقه. بناكل بناكل بنمشي هون بتقعد تاخذ وقتك. باقي لك تمن ابيض، مرق، بتيتا، ترشاله، قيمه، تبزي، كبسي، بانيه، كل شيء جاهز موجود، كله موجود، شوربه، كله موجود، خذ انت، كله مميزك انك، كله طيب، خذ انت، شنو انت تامر بخاطرك؟ كم سنه صار لك تشتغل هون؟ 11 سنه. 11 سنه؟ اكل بيت. ايه اكل بيت. اكل فيه نفس. ان شاء الله. المطبخ فيه حياة، فيه نفس، شيف صغير، شيف كبير، 11 سنة خبرة، ومثل ما شايفين الناس كلها جوا هونيك، كباب، لحم، يلا ركض 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 هون، إذا عاد بده رواق أكثر شوي، قاعدة مرتبة كراسي جديد، أنا كثير تحمست، عبالي آكل فاصوليا، عبالي آكل لوبيا، عبالي آكل سبانخ، عبالي آكل رز، من دول كباب كمان، ما بيمنع. فاصوليا وعندك قيمة، قيمة سبزي عظيم، بانية، بانية ترشالة، اوكي بوتيتي، وعندنا مشاوي كباب، تكه، معلاج، مشكل، كباب دجاج، تكه دجاج، شو تحب تطلب وانا خادم ممنون. كل هول؟ نعم. طيب اوكي، نرجع نبلش من الاول. كوزي لحم؟ نعم. مع المقبلات تبعهم؟ نعم. ونص نفر كباب؟ تؤم الامر. بقدم؟ خادم. دلع صح. انا وحالي. بيتخوي دلع. نبلش بالصحن الاساسي نحطه قدامنا، وهذا الاكل اللي بحبه كثير. بحب كثير الرز على قد، بحب كثير الفاصوليا على قد، بحب كثير السبانخ على قد، وهيدي التبسي الاختراع العظيم اللي فيه حلو ومالح، واهم شيء الباذنجان. طب وبالاخر الكباب رح ندوقه على الاخر. هاي الطبخه العظيمه بنحط لها شويه يابسه وفاصوليا على جنب. الاكل اللي نحن معودين عليه بس بالبيت، ما بناكله بالمطاعم. رز بهارات حلوة كتير وغنية، كتير حلوة وغنية، كتير كتير. شوية سبانخ، هذا رز مع دجاج. بهارات مش معقولين، الطعم رائع رائع رائع. النفس ساعت بالكن في شيف كبير بالعمر بيعرف شغلته. خلصة خلصة خلصة. هذا رز مع زبيب. مشهور ومش بالغلط.
بعتقد لقينا اطيب مطعمين بالمنطقه او ورا بعضهم حتى نوصل على الكباب. قلت لكم الكباب لازم يكون لونه لون اللحمه، بس كمان شقفليه ابيض من هون اسمر من هون. ولا جماعه بتعرف تعيش. توب 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 ولا بتعرف تعيش. هيدا لي قد 80 لي 20% لحمه. طراوي بشكل مش معقول، لمعه بشكل مش معقول. شقف الابيض شقف لي. وين بالعالم اكلين كباب هيك؟ وين؟ بس الاساس جايين ناكل لحمه نفرط هيك، بتفك عن العظمه. شقفت اللحمه اللي مستويه مدري كم ساعه. رح اسألوا اذا عندهم تخت جوا. انا فيت نام هون، انا فيت نام هون. شي رائع، شي رائع. هيدي لقمة النهاية، لقمة القاضية اخر شي. شو هالأكل العظيم؟ لك شو هالعراق العظيم؟ شو هالعظم؟ خدوا بريك، أنا عندي شغل. هذا شاي بالآخر. العادي. وين؟ إذا ما حرقت إيدي هلا بقول لك وين. بلا بلا بصل. عزيز قل لي اياها عن جديد. توك توك. بلا توم بلا بصل. بلا توم بلا بصل. كثير. لاكس شو ناكل؟ رز اكلنا، فاصوليا اكلنا، فتنا بالجو. هلا صار وقت لحمه اكلنا، هلا صار وقت شو؟ شو ناكل؟ شو ناكل؟ هلا نفكر. صار نص النهار، بعد في نص الثاني وبعدنا باول الطريق. إذا واصلين لأول مرة وما بتعرفوا وين بدكم تروحوا، كتير هيني بتوصلوا على محل اسمه أو شارع اسمه شارع الروان، بتلاقوه على جوجل. أول ما تفوتوا بقلب الشارع رح تشوفوا البلاط على الأرض. هو الشارع كله مبلط، هو شارع سياحي وكله مطاعم. قديش طوله؟ كم مطعم فيه؟ نمشي؟ نمشي يلا تشالنج. عندك شراب؟ شو عندك؟ زبيب؟ حج زبيل عرفتوه؟ شراب الزبيب هلا بيهضم وبيحرك المشاعر. طب انت شفت شو انا عم شوف؟ في 200 كيلو لحمه واقفين قدامنا على الطريق. صار وقت ناكل قص ونشوف اذا القص بالنجف طيب مثل ما بيقول. مشكور. لحم حرزان ومحشي شوي.
رح نجمعهم كلهم فرد محل تما نكون عم ياكل خبز على الحل. نعملهم هيك. تفضل. هول كلهم. طلعوا خبز وما فيهم شيء. مندوق اللحم. بهارات جزر كورن مايز دالة كتير حامضة تعلق نروح ناكل شي تاني. ايش ما بتسوى ابدا. هاي اول مرة باكل خبزة صمون بتعلق، اللحم بتعلق، بهارات بهارات، حامض، جزر، درق، وين جايبهم كل هالخضار؟ لونه احمر ما بعرف شو عم يعمل. خبزة هالقد حاطط فيها لحمة هالقد. ثلاثة طوابق. بعتقد انا اتغلبط بشغلي. مظبوط هو مبلط، مظبوط هو شارع طويل، بس بعتقد هو شارع الشوبينج والتسوق، لانه مطاعم ما لقينا كم واحد عم بيفتحوا ولا اكلنا فيهم ما بيسوى. رح نمشي من هون فتش مثلا على محل بيعمل مندي، لانه باول الشارع قدام كان في اكثر من 4 مطاعم بتبيع رز مندي. فتش شو بدنا يعني اخر تشانس بالشارع. يلا الاجواء حلوه. في عنا قاعده تقليديه يمنيه او على الطاوله، طاولات كبار الناس كلها بتقعد مع بعضهم، عائلات مخبيين هون ورا، ورح ندوق الرز الغير شكل. عنده علامه كثير حلوه، اكثر من 400 شخص حطت له فوق الاربعه على جوجل. بصير يعني هذا مطعمنا صار تقريبا سنتين. سنتين سنتين يمني الاختصاص هو الاكلات اليمنيه، المندي المبل الحنيط. بلى. وبتفتح غدا وعشاء؟ يعني هو احنا الطريقه عملنا من 10 الصبح ل 10 بالليل. حلو. شو بدنا ندوق عندك؟ شيء كثير طيب. تومر نسوي لك تشكيله. بصير؟ لحم ودجاج او بس لحم؟ لحم ودجاج؟ لحم ودجاج، لحم ودجاج، تومر. يلا. حبيبي. تومر امر. تدلل. خاط. هذا هو الصحن. جاهز اني شمر وبلش. بلش باللحم، بلش بالدجاج. هيك اكل ما بيتاكل المعلقه والسكينه والشوكه بالخشوكه. فخلينا نبلش بالايدين. لحمه كثير مستويه طريه، عم تفرط شقف العظم عم يفكوا عنا وحده حد الثانيه. مثل ما شايفين لحم عظيم. ناخذهم باصبعين. طب اللحمه بتحكي عن حالها، طيبه كثير.
خفيفة، تتبيلتها عظيمة، الصلصة اللي عليها مهمة. واحد بالنسبة للدجاج أقسى شوي، واضح مطبل منيح بس قاسي، ناشف شوي من جوا بس ما بيمنع طعمته مظبوطة. بهارات قوية كتير كتير، رزات طيبين. رز، بهارات، تتبيلة، أكل صح بفش الخلق، بيعبي الراس. بس إذا أنا بدي أكل يمني بالحلقة اللي قبلها في بابل لحمته طيبة، بس لحمته طيبة. فكفكوها كلها سوا، شيلوا منها العظمات. لحمته طيبة. هن المكونات دائما تقريبا هن زيتهم، اذا واحد شغل صح، بس ما بيفرق بالاخر الا شو النفس، الوقت اللي بينحط فيه، وهيدي بستطعمها من اول لقمه. باكل بقول اوكي، ومرات باكل بقول تحركوا مشاعري ما فيني افسرها، بس هيدي احساس. هون اكل منيح، عاجه اسمى الله، ناس عم تشبع الحمد لله. شارع المدينة، وصلنا على شارع المدينة، وبعتقد صار وقت الجد. وقفنا قدام محل شعبي، شارع شعبي بامتياز. وقفنا قدام محل هلا على الساعة 3 بعد الظهر، طناجر رز هالقد، التمن هالقد، وناس واقفة بالصف وعم تاكل. يلا بالصينية وخود معك، حط بالصينية وخود معك. هلا بناخد بنحط على بوز الجيب وبناكل. لحم عظم لحم عظم حمص قيمة، وطبخ وزيت وساعات ساعات من الطبخ. كيفك؟ منيح؟ يا بيتلك شبابي، شي كتير حلو. خبرني شو المكونات تبع هاي الطبخة؟ انتو بتعملوا قيمة؟ بالنسبة للقيمة؟ يعني مكوناتها هواي، يعني اولا ابتداء تبدي من البصل، تبدي من اللحم، تبدي من الحمص بدرجة أولى، أو تبدي مثلا تبقى معجون، زيت، البهارات من بصرة، دارسين، كمون، كبابة، قرنفل، يعني هواي شغل في شغل يعني. إيه طيب، وأنتم بتعملوا هذا هو مكون واحد؟ هذا اللي مكوناته هواي بعد، يعني تتكون تقريبا من 14 مادة. أنتم بتعملوا طبخة واحدة يعني؟ أنت طبخة واحدة، الناس بتجي عند تاكل عندكم بس هيدا؟ هي هاي بس تمن وقيمة احنا فقط. كم سنة صار لكم فاتحين؟ احنا هواي صار لنا، احنا بالنسبة لنا هاي مصلحتنا يعني، مو استونا بيها، بس من فتحنا هذا المشروع صار لنا حوالي سنة. أول ما افتتحنا تمن وقيمة احنا هنا ابتدائيا هنا بالنجم. وكل طنجرة بتطعمي كم شخص؟ هذه هواية هواية خير من الله. يعني هاي بالنسبة لها القيمة حوالي مال فوق الألف نفر. اسم الله. إيه فوق الألف نفر. اسم الله اسم الله. من غير التمن هاي تكتب ويا التمن مالتها ألف نفر ياكلون. اسم الله. إيه. رائع رائع، الله يخليك. بدنا ندوق بدنا ندوق. إيه خدامكم خدامكم. أهلا وسهلا بكم. هاي بس شمر قطعة هنا بس محمد. هلا سيدنا. حلو 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 كتير حلو كتير.
دول سادتنا، دول اهل الباقله ودين بعد هم رقم واحد من جنب العراق. ايراني لبناني. لبناني لبناني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. هاي درجه اولى بالعراق كلها. محمد الخفاي رحم الله والديك سيدي. ماكو فرع. انا علبه جبنا لهون. اهلا وسهلا بك. احنا نطبخ عندها. شوف هذا قدام نفس طيبه. انت دول الساده اللي باقي لو دين. انت ساجيت اجيت على غفله بدون موعد. شفت اللحم كله تازه. شغل صح، شغل نظيف. رحم الله والديك. هاي لو شغل نظيف ممكن منا يشتغل شكل، منا يشتغل شكل. هاي كلها عنده هي. اهلا وسهلا. بركم صح. شكو اختيار من نجف. يلا. هاي الصينية سعرها 5000 دينار. هاي الصينية 5000 دينار. من صينية رز ب 5000. اي 5000 دينار. هاي تاكل اربع اشخاص. ما هون يعني ما قيمة. لا لا هي قيمة. هي قيمتها كاملة. هاي كلها 5000؟ 5000 دينار. هاي كلها 5000. كلها 5000 دولار. بالطعمين مينيموم خمس اشخاص يا بلاش. اكل الناس اكل الشعب كله تازه ودرجه اولى ومواد رقم واحد من حمص من تمن كله مواد درجه اولى والنجف كله يشهد بيها ويعرفها وهاي باسم امير المؤمنين وباسم النجف من وقت ما بتحطها على النار لحديت ما تخلص كم ساعه ساكت في حوالي 18 ساعه 16 ساعه حسب حسب العمل مالتنا ذكرتنا باللحمه اللي عندنا اياها نحن اسمها هريسه عندنا الهريسه تختلف والقاش يختلف والتمن والقيمه تختلف وعندنا الدرجه الاولى واحسن شيء التمن والمرغوبه وهاي الاكله نجفيه هاي كلها ب 5000 بس هاي 5000 دينار وهاي اكله نجفيه رقم واحد هذا النجف كله يتفاخر بيها هاي الاكله كل السنه هاي الاكله يتفاخر بيها النجف لكل الناس عم تحضرنا بكل العالم بدكم تجوا على النجف تاكلوا الاكله تدرون هاي ايام محمد الخفاجي بشارع المدينه قدامكم هنا انا اصب لكم غداكم وضوكم اي قدامكم وينك حسن اهلا وسهلا بكم في محافظة النجف ولاية امير المؤمنين يم محمد الخفاجي ثمن وقيمة درجة اولى رقم واحد هات برا العقب ايده قال لي فوت 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 وين رايح بدها تخلص الطنجره جبت لك سوفت درينكس وجبت لك لبن وجبت لك شو قال لي طيب مع هيدا الفشل الابيض بس انا ما بعرف شو بدي اقول له انت روح جيب شي حدا على الطريق يساعدني بالاكل بقول له خلصته طيب كثير طيب نشيل المزح ونحكي عن جد ذكرتني شوي بالهريسه تبعنا تبع لبنان تبع عطيه الهريسه هي اجمالا معزه غنم كتير سمنة وبتنطبخ أكثر من 18 ساعة بس المكون الأساسي هو القمح هون المكون الأساسي هو الحمص في أكثر من 14 مكون فيها كتير بهارات بدها شغل أكثر حسيت حالي آخر شيء عم باكل شيء بيشبه فاصوليا مع إنه ما فيها فاصوليا مكونات كتير غنية في كتير بهارات مكزة حر على الزعيم ولا أطيب من هيك بتهدي كلها على بعضها اللحمة بتختفي بتدوب رزيته طيبين مفلفلين مزبوط مش ملبدين على بعضهم عم نحكي عن أكل الست البيت ام البيت بتعمله فيه نفس بشكل مش معقول وهالشباب كله صار خبره خبره سنين كل واحد عم بيشتغل كان عم بيشتغل لبيته وشغفه ما في منه اثنين فعلا ناس بتجي انا جاي من بغداد عم فتش على مطاعم بالنجف ما لازم بقى اضيع وقتي لازم روح عند الناس عند الشعاب على الطريق وبعتقد بتبلشوا هون وبس هون هيدي بيعطوها للضيف هيدي بيعطوها للي بده يعمله من قيمته هيدا الاساس هيدا الشيبس هيدا القرشة بطل محمد لا تنام كعب الطنجرة مش محروق مش محروق كراميلايزد بقرقش ومش محروق مع كل الزيتات اللي عم تنقط من المكان يا سلام بعدني ما عم صدق 5000 5000 يعني 3 دولار ونص 5000 في جاط بياكل منه خمس اشخاص 5000
فيه لحم، بهارات، رز، سمن، نوعية رائعة، 5000 يا عالم. والله بنزين من بغداد لهون وبتدفعوا 5000 أرخص ما تتغدوا بمطعم. 5000. عم نقرب اكثر واكثر من الهدف، عم نفوت اكثر بالشعب، اكثر بالناس، اكثر بالمحلات الشعبيه. هلا وصلنا على شارع الرسول، مسكر السياره ما بتقطع فيه، صفينا برا وبلشنا نمشي. محلات يمين شمال، ناس عم بتنادي، مثل الاسواق القديمه ببغداد. في حلو، في خبز، في شرابات، في فواكه، تمشي حلوه، روايح حلوه، اكتشافات حلوه من هون للاخر. اسمه خبز بالشكر نجفي، سميك، سكر، سمسم، مخمر، مثل البانكيكس، مثل كريب، سكر كتير خفيف، كتير خفيف، بيلبق له مربى، بيلبق جلو وجبنة، ريحته حلوة طيب كتير. شهتني، شكلها شهني شهني. سألت شو اسمه، قالوا لي صمون كهربائي بس مبروم. أنا لقلي هي خبزة برجر بعدها سخنة، ريحتها كتير حلوة، عم تلعب بين إيدي، طرية كتير. تتخيلوا هيدي فيها شقفة لحمة أو فيها شقفة جبنة. مندوق، واو أميزين، واو قديش في دي بس استاذ فيها مثل مخدية. قديش في ناس اشتغلت وتعبت لتعمل خبزة امريكانية للبرجر اللي فيها كل مكونات الدنيا، ونرجع على الاصل، نرجع على التقليد، نرجع على خبزة البيت، نرجع على خبزة هيدي العشية. جوعان قبل ما تفوت تنام وطلع على بالك هيك سندويشة بتحط فيها لبنة، جبنة بيضة، كيف شو مهمة؟ معجنات كوسة للأصالة عنوان. سوق حلو بشارع الرسول، السوق ببلش بالاول بيخلص بالاخر، فيكم تلاقوا فيه كل شيء بيطلع عبالكم تاكلوه، والاشياء طيبه، حتى الجوزه نوعيتها منيحه وما بتكسر. عنا خبز، عنا جوز، عنا ناس طالعه رايحه جايه، ناس عم تعرض، ناس عم تصرخ، ناس عم تقول تفضلوا، عنا فواكه وغيره وغيره. سوق بالنجف بيحرز واحد يسوق 3 ساعات من بغداد كرماله، وكل الاجواء الحلوه الموجوده هون. صفوا السياره بالاول وبتمشوا. تعالوا معي اليوم بحلقة جديدة صمون وزعتر لنكتشف هالسوق ونشوف قديش فينا ناكل اشياء طيبة. اذا هيك صارت معي قصة عينة. جوزاتك طيبين. هذا تمر عراقي بصدروه للخارج، شكله حلو، عليها غبرة او لا ما بعرف، بعرف شكله طيب. صح
يعني نص تمر نص بلح ما بين بين. بياخذ لبنان. بياخذ معي لبنان، ليش لا؟ طيب كثير. قشرتها ما بتحسوا فيها، مستوية منيح، حلاوتها منيحة. الله يخليك. اهلا وسهلا. كثير طيبة. كثير طيبة. تعال موجود طيب. بتاكل هيك؟ ايه. هذا القلب تبع البلح. ايه صح. بالميتو. بالميتو لب البلح. بفيد الصحة. بقوي كل شيء من فوق ومن تحت. ماشي. هذا كيف؟ بتقرش مثل الخيارة، حلاوتها مثل التفاحة، مجموعة طلع شيء كثير طيب. لك الله يخليك. باخر الشارع، باخر شارع الرسول، توصل على محل على مقام الامام علي يلي لازم تزوروه اذا جايين على نجف. غير انه مقام كتير حلو، كتير حلو بأداء تفاصيله، ان كان الحجر ان كان الالوان، شيء كتير حلو. شوفوا كل هالناس واصله من كل بلدان العالم، تسمعوا لغات من كل بلدان العالم واصله كرمال تصلي. الخشوع الموجود هون، الايمان الموجود هون، فعلا كل انسان ان كان شيعي مسلم مسيحي او بحياه لجنانه لازم يجي لهون. بتصيروا تشوفوا ناس عم تصلي، بتصيروا تصلوا معهم، يلي عايش يلي راح. واو. ان كانت زياره سياحيه او دينيه، فرجيناكم الحلقه اللي قبلها بكربلاء واليوم بالنجف انه فيكم تجوا تعملوا زياره وين ما كنتوا بالعالم. ان كنتوا بدكم تجوا سياحه او كنتوا عراقيه وصار لكم كثير زمان ما رجعتوا، انا بقول لكم طلعوا الاجواء الحلوه. الناس هون مجموعه كلها مع بعضها، اكل كثير طيب. دينياً الكل مجموعين والزيارات ما بتهدى ما بتهدى ما بتهدى. بخبروا انه خميس وجمعة هون ما فيكن تشوفوا لون الأرض. زيارة خلصت، نحن عن كفى برمتنا بقلب النجف من شارع على شارع على شارع على شارع، ونشوف شو في اشياء طيبة نقدر ندوقها ونعرفكن عليها بمدينة رائعة حلوة ساعتين ونص عن بغداد. ويلا رح نوسع ونوسع نوسع نوسع، كتير في اشياء واحد يكتشفها بهالبلد الرائع. هاي الدهينة السخنة، السمن والطحين وجوز الهند، كتير طيب. احنا ضايفينها بعشرة، كتير طيبة. ايه بها الطحينية، هاي بس احنا نشتغلها بالطحينية. هاي زبدة
حيوان صار له تقريبا 15 سنة داخل النجف. شو بميزه عن غيره؟ ميزة انه احنا نشتغل زبد حيوان فقط، وهذا جوز الهند الدرجة الأولى. بس مثلا عندنا هاي اللي بيعوها بالسوق ذهن زيت جوز الهند مالتها درجة ثانية. هاي بها راشي، يعني احنا بالعراق نسميه راشي، كتب لبنان يسمونه طحين سمسم. هذا تختلف، هاي شغلها خاص. سكر 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 سكر. كان هيدا مدينة الطهين، في محل ايه محل ايه حدا بيبيع دهينة وكله كاتب الشهيرة الأصلية القديمة مع مين بناكل، وكل واحد بيخبرنا انه هو اللي اخترعها من كتير زمان وطبعه أطيب وحدة. ما بيمنع انه طيبين عند الكل. نحن وصلنا على السوق المسكر يلي هو كتير كبير، هيك 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 مثل ما شايفين نهار أربعة الناس فوق بعضها وكتير بياكلوا سكر. في سكر وين مكان؟ يا هلا يا هلا هلا بالشباب. يا هلا شلونك شو اخبارك؟ الله يسلمك قواكم الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم من ناشيجان. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة دهن دهين ابو علي الشهير بزيت الشارع. الكل عم ببيع والكل عم ببيع. خبرتك والله حتى هيدا ضيافة فيك تقول لا؟ تعال حبو مين قلت لك ضيافة. اوكي تعال تغلبك يا شبهت؟ كل واحد على قياسه. انا هالقد انت هالقد على قياسك ضيفك. على قياس قالوا لنا هون اشهر واحد، رح ناخذ علبه صغيره وندوق تنأكد. مظبوط.
جوز من جوا. جوز هنا. سمن خفيف. سكر خفيف حسوا على الكتر. طيب. طيب طيب تبهتوا ملت الكنافة عنا. جوز الهند يكون تحت بيجع بيبرمه. جوز الهند تحت وبيبرمه. بس خلنا شوف خلوه صار هم 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 واحدة أول واحدة أكلناها هذا الناصع المهضوم هذا أهم واحدة. سلام حبيب قلبي. صار لنا مفتحين يعني تقريبا من 97 جوز 10 97 كاتبين احمد الياسري انا نانا. شو بتبيعوا هون وشو معموله؟ يعني معموله عندنا نوعين من الدهن، نوع جوز الهند ونوع المكسرات بالجوز. شو مكوناته؟ مكونات الطحين، الدهن، الشكر، الجوز الهند المبروس والاضافه للمكسرات. جودتها تظل يعني 20 يوم بدون ثلاجه مع اي شيء، بالثلاجه 3 شهور. مواد درجة أولى يعني هاي المواصفات. هالشوارع من شارع على شارع على شارع وصلنا على محل بيقولوا من الاشهر ومن الاقدم كباب الحبش. صار بدنا احنا مطعمنا قديم يعني صار له بال100 سنه. 100 سنه بالشوارع القديمه يعني ناس تعرف هذا المكان كان قبل قهوه وسوينا مطعم واحنا ابا عن جد مستعفين. شو اطيب شيء عندك؟ شو بياكلوا عندك؟ هو عندي كباب اللحم اطيب شيء. يلا كباب لحم يلا. واضح لونه ابيض فيه دهن منيح اللحمه طازه معلقه بتنقص هون. الشغل صح. اهلا وسهلا. لك قديش في دهن 80% ولحم 20؟ لا بالعكس دهن 20% واللحم 8. يلا لحم عجل وغنم يعني مو بس اشتغل بس غنم لو بس عجل لحم عجل ولحم غنم. كباب ابيض خلي لك بس الضلع مال الغنم. كباب ابيض يلي هو ايه. بس الضلع ايه جاز يعني الضلع مال الغنم ايه. كله لي لا بدون لي لا هسه شوف بس لونه ابيض اي لونه ابيض. عم نتعلم شيء جديد اليوم ايه. لكن الكباب الابيض وصلنا وين نتعلم كيف. تعال شوف هاي اللحم اللي فسر لي شو هو الابيض شو عم تشيله هلا. هذا الضلع شلته الفوقان راح اسوي لك من عنده كباب ابيض انت ما ماكله بالعراق كله. هيدي تعتبر دهنه شحمه لي شو؟ ما قليل دهن يعني هاي ما بيها دهن. اللحمة عنده بس بيغسلها بمي سخنة عم تغلي بيعتبر انه بينظفها اذا في حيال شيء تنظف. وهذا شو؟ طحين. طحين تتهديون على بعضهم؟ اي على مود ميول لحم راح يذوب. اي يذوب.
اربط نتفاهم مع بعض. هذا الابيض وهيدا العام، هذا الاسمر، هذا الابيض. انا دور اكيد على جنب. حتى نبلش بالابيض اللي هي قرشي رائع. هلا فهمناها من وين جاي من الطحين. طعمه ولا اطيب من هيك. دسامه، نفس لحمه، بس انتبهتوا بس حط لها ملح، ما حط شيء ثاني. يعني اذا اللحمه مش منيحه ما بيطلع طيب. طيب طيب دغري مثل ما هو. بسبيل التشبيه تنفهم شو الفرق، هون عنا لحم اكتر كمان طيبة، كمان لية، والله طحيناتهم طيبين كتير. ساعة بتقولوا عراق، بتقولوا لحم، ساعة بتقولوا هاي الابيض او اسود، هاي تحت هاي، ساعة بتقولوا عراق، بتقولوا لقمة طيبة، نفس طيب، لحم من غير نوع، ولفة سندويشة. تعال يا حمك تعال. طعمة الحريق والخبزة المخمرة منيح اللي بتقرقش مثل البسكويت. اللحم الغير شكل اللي هي مية سنة صارنا هون، مية سنة. هذا مكوناته خل، سكر، ونعناع بس بس بس. ولازم اشربه بعد بعد ال هذا يهضم الاكل، يهضم الاكل. ها هسه شوف حلو. حتى قلت لي الترش الكبيس انت بتعمله. ايه بلدي ترش، ترش بلدي. هذا يعني احنا المستورد، ما نشتري من المحلات. 7 اوز. عظيم. هذا خلص كان جديد. طيب كثير حلوة. 7 اوف، سكر، بش بش. يلا شو هنتغدى؟ شو هنبلش عن جديد؟ حلقة نهار، نهار جميل لذيذ، اكتشافات حلوة، ناس طيبين، إن كان أكل، إن كان على الشوارع، إن كان تبضع، والعالم من هون ومن هون مبسوطة كلها مع بعض. عم فكر شو بدي أخذ معي على البيت، بأخذ معي حلو أو بأخذ معي خبز الهامبرجر، شو بدي أخذ معي على البيت؟ هلا دقيقة، 3 ساعات ونص طريق، شو بدنا ناكل على الطريق؟ هيدا السؤال. حلقتنا بتخلص هلا وملتقى أسبوعيا 4 الجاي. سمونا زعتر، حلقة جديدة على سو ماريا. هذا عم يلمع شو؟ زيت؟ تعطى غنجك نص تمر؟ طيب شو ديت؟ بلا لا طيب كثير طيب. إن كانت زيارة دينية سياحية أو تكتشفوا الأكل، شو أكل؟ إن كانت من أسواق، من أسواق النجف، نودعكم ونلتقى بحلقة جديدة جمعة الجاي. أسواق حلوة، أجواء حلوة، هي والشمس عم تودعنا. أنا بودعكم، صمونوا زعتر كل نهار 4. ما تنسوا نلتقى بالحلقة اللي بعدها. Thank you.